نحمد الله تعالى أولا وآخرا أن يسر لنا بفضل وجهد إخواننا المباركين في بلاد أندونيسيا الخير أن انتهينا من المرحلة الأولى مشروع مسجد استقلال أندونيسيا الكبير، والذي يتمثل في إنجاز القواعد الأرضية وكذلك إنجاز الأحزمة والرقاب والحزامات. وأسأل الله العلي العظيم أن يأجرهم خيرا وأن يكتب لهم أجر ما أنفقوا من مال في صحائف أعمالهم، وأن يثقل موازينهم بما أنفقوا يوم القيامة. وأتقدم لهم بشكر جزيل عميم على ما قدموا لإخوانهم أبناء فلسطين، إخوانهم في الدين، من هذا الدعم الجميل في إنشاء هذا المسجد المبارك، مسجد استقلال أندونيسيا الكبير. وبهذه المناسبة المباركة أدعو إخواننا في أندونيسيا الخير والمتبرعين الكرام الذين أشكرهم شكرا جزيلا إلى إتمام ما بدأوا من مشروع مبارك، زيادة في الإنفاق عليه حتى نرى هذا المسجد قريبا بإذن الله عامرا مليئا بالمصلين والعاكفين والساجدين وحفظة القرآن الكريم، ليكون قلعة من قلاع الإسلام وحصنا من حصونه بإذن الله جل وعلا. كما وأتقدم بالتهنئة القلبية الحارة المباركة لأمتنا العربية والإسلامية في شرق الأرض وغربها بمناسبة اقتراب شهر رمضان المبارك، وأتقدم بتهنئة خاصة لإخواننا أهل أندونيسيا بمناسبة شهر رمضان الفضيل، سائلا الله جل وعلا، وقد تحرر البلاد والعباد وتطهر المسجد الأقصى وزالت السدود والحدود، الذين ساهموا في بناء هذا المسجد يزوروننا ويأمونه للصلاة والتسبيح وتلاوة القرآن، لندخل برفقتهم المسجد الأقصى مصلين بإذن الله، وما ذلك على الله بعزيز. نهنئ إخواننا في دولة أندونيسيا بحلول شهر رمضان المبارك، فلذلك نقول لهم تقبل الله طاعاتكم وطاعات جميع المسلمين، وكل عام وأنتم بخير. لآيات الجمال لا يزال.